لا عيد للمرأة في اليمن، فلا وقت للحديث عنها، فالدنيا حرب، وعلى المرأة أن تدفع فاتورة هذه الحرب. ظروف قاسية، عنف وانتهاكات وقمص وقتل وتفاصيل كثيرة. إنها مأساة الحرب، والمرأة تسكن قلب تلك المأساة. أهلا بكم. تزامنا مع يوم المرأة العالمي، يجدر بنا الحديث عن وضع المرأة اليمنية، ولكن عن أي وضع نتحدث؟ فالحرب قد أعادت البلاد إلى عصور الظلام، والمرأة اليمنية بطبيعة الحال أول المتضررين وأكثرهم تعرضاً لآثار الحرب اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً وكذلك حقوقياً. في حين يتحدث العالم عن بقية الحقوق التي لم تصل إليها النساء بعد من مناصب ومساواة حقوقية وألعاب رياضية، نتحدث نحن عن قتل المرأة اليمنية واختطافها وانتهاكات وعنف يطالها ووضع معيشي أشبه بالقتال لأجل الحصول على قوت يوم أو دواء، ناهيك عن الحقوق الكثيرة التي تم انتزاعها في السابق وتراجعت بفعل الحرب. يوم المرأة العالمي مناسبة تحتفي فيها نساء العالم بالحقوق التي نالتها المرأة أو التي لا تزال تناضل من أجلها، لكنها في اليمن مناسبة يتجدد فيها الأسى على الوضع الذي صارت إليه المرأة. قبل الأزمة الراهنة لم تكن المرأة اليمنية في أفضل أحوالها من ناحية الحقوق والحريات الاجتماعية والسياسية، لكن ظروف الحرب فاقمت معاناة المرأة اليمنية من نواح عدة. ملف الانتهاكات التي حدثت جراء الحرب كان للمرأة فيها نصيب كبير، حيث أوضحت منظمة سام للحقوق والحريات في إحصائية لها حول انتهاكات النساء في اليمن أن عدد اليمنيات اللاتي قتلن منذ الانقلاب وحتى نهاية العام الماضي بلغ 807 نساء، نحو 500 منهن قتلن نتيجة تعرضهن لشظايا قاتلة، فيما قتلت 240 امرأة رمياً بالرصاص المباشر. وبحسب التقرير فقد قتلت 69 امرأة نتيجة إصابتهن بالألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي على طول البلاد وعرضها، في الوقت الذي توفيت فيه 4 نساء نتيجة إصابتهن بشظايا العبوات الناسفة، فيما قتلت 14 امرأة نتيجة جروح مختلفة. تقول الإحصائيات إن عدد النساء اللاتي تعرضن للإصابة خلال الفترة بلغ قرابة 1700 امرأة، وقد كان النصيب الأكبر من الإصابات بفعل هجمات ميليشيا الحوثي بواقع 1312 إصابة كما يقول التقرير، فيما تسببت قوات التحالف بإصابة 114 امرأة. خرجونا من شارع على الرأي ونحن مستقرين مستوري، كشفوا حالنا، أجب على نطلب من أيدي الناس، تقول الدولة لنا كل نشرة. إذن تتصدر المرأة قائمة دافعي فاتورة هذه الحرب، ليس فقط عبر وجودها في أعلى قوائم الانتهاكات، وإنما أيضاً عبر تحملها ضريبتها الإنسانية والاجتماعية، حيث وجدت آلاف النساء في اليمن أنفسهن مسؤولات عن توفير نفقات أولادهن بعد أن طحنت الحرب آلاف المقاتلين في مختلف الجبهات. وبما أن معظمهن لسن مؤهلات للعمل وتوفير أي دخل، أصبحت حينها آلاف الأسر بلا عائل، ورأينا المجاعة تعم ملايين اليمنيين في الوقت الذي كانت فيه المرأة تقطع أشواطاً كبيرة بعد ثورة فبراير في انتزاع حقوقها التعليمية والاجتماعية والسياسية. جاءت حرب الميليشيا لتعود بالوضع إلى الوراء عقوداً طويلة، الأمر الذي يضاعف الصعوبات على النساء اليمنيات ويضعهن أمام تحدي أكبر تعمل الكثير منهن على تجاوزه بكل شجاعة وإصرار. إذن مشاهدينا الكرام، أرحب بكم وأرحب بضيفتي التي ستكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية، الأستاذ إشراق المقتري، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ومن عدن، وسينضم معها آخرون في هذه الحلقة. مساء الخير أستاذة إشراق. مساء الخير.
أهلا بك أستاذة إشاق، كونك أقرب للواقع الأليم الذي يحيط بالمرأة اليمنية من خلال عملك ومن خلال متابعتك للكثير من الانتهاكات التي طالت المرأة اليمنية خلال هذه الفترة، حدثينا كيف وجدت حال اليمنيات خلال 4 سنوات من الحرب؟ بالنسبة ربما هي مناسبة أخرى تضاف إلى المناسبة التي كانت قبل شهرين، الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، هو بمثابة أصبحت نوع من عناوين التذكير بحال المرأة اليمنية التي ربما زادت معاناتها خلال 4 سنوات من نتيجة الحرب وكل أشكال الانتهاكات التي جاءت نتيجتها. ربما حديثي لن يكون مختلفا عن حديث وأرقام المنظمات المحلية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع أيضا المدني الدولي والآليات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وأيضا الآليات العاملة في مجال الإغاثة والعمل الإنساني، هو حديث واحد بأن المرأة اليمنية تعيش أسوأ ربما وضع تعيشه المرأة في العالم، وهو ليس ذلك فقط بمبالغة، لأننا كما ذكرتي في بداية حديثك وكما ذكر التقرير بأننا بدل كنا في يعني في وضع نتحدث عن الحق في المشاركة السياسية، نتحدث عن الحق في صناعة القرار، نتحدث عن الحق في مسألة الوصول إلى نسبة من المساواة أو وصولا إلى الفكرة الرئيسية والحقيقية المتجذرة في كل المواثيق الدولية وهي المساواة بين الجنسين. رجعنا إلى ربما أسفل أو يعني بدايات الحقوق الرئيسية التي مطلوبة للبشرية وهي حق المرأة في الحياة، وهذا طبعا ربما مؤسف أن حقها في الحياة يمس أولا كونها من المدنيين الذين يتعرضون للاستهداف ويتعرضون لمخاطر تلك الانتهاكات ومخاطر القتل، إضافة إلى يعني تتعرض هي بكونها امرأة لأشكال أخرى وكثيرة تؤدي بها بالفعل إلى المساس بحقها في الحياة، مثل انعدام الرعاية الصحية، انعدام الحق في الخدمات المرتبطة في مسألة الغذاء بشكل رئيسي سواء للمشردات أو النازحات أو المهجرات قسريا. كثير من الظروف التي صنعتها هذه الحرب وكانت موجهة بشكل رئيسي للنساء أدت إلى المساس بحقهن الأساسي والرئيسي وهو حقهن في الحياة، قبل أن نتحدث عن الأصل الآخر والحقوق الأخرى المرتبطة بالحقوق الأساسية العامة لحقوق الإنسان. نعم، إذا في آخر جلسة للجنة الوطنية استمعت إلى 17 امرأة تقريبا ضحية انتهاكات حقوق القانون الدولي الإنساني أثناء الحرب من محافظات عدن ولحج والحديدة وتعز، هل حدثتنا عن خلاصة هذه الجلسة؟ عزيزتي آسيا، ربما في كل جلسة استماع لنساء جدد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للأسف أجد نفسي وكأنني لأول مرة أسمع وكأنني لم أعش أيضا هذه اللحظات، برغم أننا نعيش جزء من هذه نقول التجارب وجزء من هذه الحياة التي نراها بشكل يومي، لكن حقيقة تفاصيل تلك الانتهاكات عندما تتحدث عنها النساء بشكل مجرد وعندما تروي يعني قصة و تفاصيل كل انتهاك بالفعل تستغربين أو يعني أجد كثير من الصعوبة في فهم سياق تلك الانتهاكات ولماذا حدثت بالفعل تلك الانتهاكات لهؤلاء النساء. يعني يوم بالفعل يعني قبل يومين في محافظة عدن استقبلنا 17 امرأة، هذه النساء حاولنا بأن تكون هذه الجلسة لا تختص فيها محافظة معينة، إنما حاولنا أن نصل إلى أو نوجد نوع من التنوع من نساء الجمهورية اليمنية، بالذات النساء في المحافظات التي تعرضت لانتهاكات قانون دولي إنساني، لكي نحلل حقيقة ونمطية تلك الانتهاكات والمنهجية التي استخدمها كافة أطراف النزاع بحق النساء اليمنيات لا سيما في المناطق النائية التي لا تصل إليها منظمات المجتمع المدني، التي لا يصل إليها الإعلام، التي لا تصل إليها المنظمات الدولية. يعني تتصوري بأن امرأة في مديرية مثلا في منطقة كرش في محافظة لحج تتحدث عن بقائها لمدة عام في مع أسر أخرى أيضا في حيود في الجبال خوفا طبعا بعد أن تم تدمير منازلهن في تلك المناطق، يعني تتحدث عن المعاناة التي قطعتها إلى أن تصل إلى تلك الحيود وكيف أكثر من 20 امرأة للأسف توفين نتيجة
عدم وجود رعاية لمسألة أثناء الولادة بسبب الرعاية، انعدام الرعاية بسبب أوضاعهن في تلك الحيود. بعد ذلك طبعا اضطررنا إلى أن يعني يسرنا أيضا يعني طرق صعبة وشاقة إلى أن تصل إلى مديرية صبر في محافظة لحج لكي تحصل على حقها أقلها في الاستقرار وفي الأمن. عندما كنا بالفعل نسأل هؤلاء النساء في الحديدة وفي لحج وفي أبيان وفي ومن عدن أيضا ومن تعز بأن ما هي المطالب الحقيقية للنساء، فالكثيرات لا سيما التي خسرت أولادهن وخسرت أيضا منازلهن تقول أصبحنا نبحث فقط في حقنا بأن نأمن على أنفسهن، نأمن على كرامتنا، لأن أولادنا أو أزواجنا الذين فقدناهم لن يعودوا للحياة بعد أن خسرناهم، لكن نفكر في أقلها المستقبل بأننا لم نحصل على بالفعل تعويض حقيقي ولم نشعر بالفعل بأن هذه المرحلة أفضل من مرحلة القتل ومرحلة النزاع، بأننا ما زلنا نشعر بالخطر، ما زلنا نشعر بانعدام الأمان. القصص التي ترويها بالفعل قصص مروعة، يعني امرأة كانت في مثلا في مديرية المخا أو في مديرية التحيتة في محافظة الحديدة وتتحدث بأنها كانت في مطر عادي كمثل أبناء المناطق النائية والساحلية لينفجر بها لغم. أيضا امرأة أخرى تتحدث بعد أن ذهب يعني حصل انفجار لغم وهي تتحدث لأحد أيضا أفراد جماعة الحوثي لكي يدلهم على الطريق الرئيسي للوصول إلى الطريق الأمن، وهو يرفض يقول لها نحن أساسا نريدكم أن تتضرروا أو تموتوا وما إلى ذلك. قصص بالفعل مؤسفة وقاسية، أيضا لبيوت دمرت أيضا عبر الطيران، بيوت دمرت أيضا عبر مقذوفات المدفعية لنساء كانوا يتوقعن بأن أماكنهم آمنة. نساء اضطررنا أيضا للنزوح والهروب من مناطق نزاعات إلى مناطق كانت تعتقد بأنها بعيدة عن الخطر، بعيدة عن الخوف، بعيدة عن المقذوفات، بعيدة عن الموت، لكن للأسف وصلها الموت هي وأولادها وخسرت الكثير. يعني أم تجدينها بأنها تحمد الله بأنه تبقى لديها 4 أولاد بعد أن فقدت 3 وفقدت يعني زوجها، العائلة نقول الذي كان يعيل هذه الأسرة في منطقة الدريهمي في الحديدة. يعني بالفعل أمور أخرى، امرأة كانت معتقلة يعني كانت فقط ذهبت إلى محافظة الحديدة لكي تحصل على راتبها وتتابع راتبها، لكن تعتقل وتظل في السجن أكثر من 72 يوما. لتجد أيضا أخريات أيضا معتقلات في سجن الحديدة ويعاملن معاملات قاسية، معاناة كثيرة كبيرة جدا تعانيها النساء. يعني الهدف بالفعل كما ذكرت هو بشكل مباشر هو إرهاب هؤلاء النساء. قصة موضوع العرف الاجتماعي والأنماط الاجتماعية وأيضا الأعراف الاجتماعية القبيلة التي كنا نتغنى بها باليمن بأن النساء لن تستهدف منازلهم وإنها لن تحرم. سنصل إلى هذه النقطة، ولكن قبل ذلك يعني وأنت تستمعين لهؤلاء النساء بالتأكيد هناك أنماط مختلفة للانتهاكات استمعتي إليها، ما هو الانتهاك الأبرز الذي لاحظتي تكراره أو الذي شكل جزء أكبر من مما استمعتي إليه؟ من ناحية الإحصائية والرقمية بالنسبة للضحايا اليمنيات بشكل عام في محافظات التي تشهد عمليات عسكرية، صعدة، حجة، تعز، الحديدة، مأرب، البيضاء، عدن، لحق، هذه المناطق أيضا اللي شهدت في السابق عمل عسكري، ربما الاستهداف الذي يعني أظهر كثير من نقول الإحصائيات في حياة النساء هو فقط موضوع قصف التجمعات السكانية سواء بالمقذوفات الأرضية أو بالمقذوفات الجوية، هذا ربما بشكل رئيسي. لكن النمط الذي ربما نراه بشكل موضح أو يعني موجه لحياة النساء بشكل رئيسي، ربما الشكل الرئيسي الألغام التي زرعت للأسف في مناطق لا تتوقعين بأن هذه المناطق سوف تشكل هدف عسكري أو نصر سياسي أو نصر أيا كان هذه الانتصارات التي يبحث عنها الذي يقوم بزراعتها، هذا ربما كان استهداف بالفعل بيئة النساء. الشكل الآخر ربما التي بعد مرتبة زراعة الألغام هي تفجير المنازل. مسألة تفجير المنازل عندما ترفض النساء وتقول بأن أزواجنا لم يعودوا متواجدين في المناطق، بأننا نحن من نعيش في هذه الأماكن، لا نريد أن نخرج من منازلنا، نريد أن نبقى في مناطقنا، نريد أن نهتم بأولادنا، نريد أن نعيش، لا نتدخل في الحرب، نحن ليس لنا علاقة بأي شيء، وتتعرض مع ذلك النساء يتم إخراجهم وتفجير منازلهم وتحولهم بعد ذلك إلى العراء، باعتقادي هذا استهداف ممنهج يعني موجه بشكل رئيسي
الجنسي للنساء ولحياتهن، وكيف بالفعل تستشعر أو تشعر مدى الكلفة يعني الخسارة التي أودت بها وبحياتها، سواء الحالية أو بحياتها المستقبلية. هؤلاء الانتهاكين باعتقادي هو موجه للنساء ولبيئة النساء ولحياة النساء ولمستقبل النساء. نعم، خاصة أنه أذى متعمد في المستقبل، لأنه يمنعهن من التمتع من الكثير من الحقوق. نعم صحيح، خاصة أنه أذى متعمد، يعني لم نقل أصيبت بشظية أثناء انفجار صاروخ بجانبها، أصيبت صحيح أثناء القصف، لكن أن يتم التعمد بهذا الشكل سواء بزراعة الألغام أو تفجير المنازل أو حتى القنص المباشر، فيعني هناك إرادة حقيقية لإزهاق هذه الحياة للأسف. فيما يتعلق أستاذة إشاق بالدمار الاجتماعي الذي طال أضعف شريحتين في المجتمع هما المرأة والطفل، كيف يمكن الحديث عن هذه النقطة؟ يعني عزيزتي آسيا، ربما أنت كأنك كنت بيننا عندما استمعنا للنساء الأخيرات القادمات من المحافظات، يعني لحج والحديدة، لا سيما لحق بالذات والحديدة، يتحدثنا عن الشق الاجتماعي بشكل رئيسي، وأيضا الأضرار النفسية والمعنوية الأخرى. يعني بصوت واحد وتكلمنا عن قضايا الخوف، الخوف من الآخر، الخوف يعني تستشعر أو بأي لحظة تشعر بأنها الموت قادم وبأنها ممكن أن تتعرض لانتهاك. يعني فلهذا ربما نقول الآثار النفسية وأيضا الآثار الاجتماعية، فقدان الثقة أساسا بالمجتمع بشكل رئيسي، خصوصا بأنها لم تحصل بعد ذلك على خدمات اجتماعية لاحقة أو خدمات يعني نفسية، مثل هذا الأمر بالنسبة أعتقد يعني كان أثره كبير. إحدى النساء تقول بأنها ربما بعد أن استطاعت أو بعد أن نجت من عملية الموت هي وزوجها، وصلت إلى إحدى نقول المديريات في إحدى المحافظات، بأنها شعرت بالإهانة أكثر من المناطق أو أكثر من المقذوفات التي كانت تصل لبيتها، لأنها تعرضت لكثير من الابتزاز من المؤجرين الذين وصلت إليهم. لا تستطيع هي وكل من وصل إلى هذه المناطق عملية دفع الإيجارات، عملية خلاصية في ظل انعدام الرواتب، في ظل كل هذا، يعني شعرت بأن حتى المجتمع لم يستطيع بالفعل أن يقدم الكثير من الحماية، وبأنه لم نقول يقيس يعني آثار هذه الانتهاكات على هذه النساء، ولم يقدر أوضاعهن، وبالتالي كان أيضا هناك كثير من نقول حتى الاختلالات الاجتماعية للأسف، وفيما يخص العلاقات، فيما يخص أيضا النظرة للنساء نقول المشردات داخليا أو ما يسمى النازحات. يعني كما ذكرت، يعني الموضوع هو له كثير من الآثار وله الكثير من التبعات، سواء على موضوع الوضع الاجتماعي نقول المحيط في محافظة أو في مناطق معينة، أو الوضع الاجتماعي للمرأة بشكل عام على مستوى البلد، إضافة إلى العلاقات الاجتماعية فيما بين أبناء المناطق نفسها وبين أيضا أبناء المحافظات. نعم، إذا اسمحي لنا أستاذة إشراق أن ينضم معنا الأستاذ توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات عبر الهاتف من فيينا. مساء الخير أستاذ توفيق. مساء الخير لك ولضيفتك الكريمة ولجميع مشاهدي قناة بلقيس. أهلا بك. في تقريركم أستاذ توفيق نشرت منظمة سام إحصائية حول الضحايا من النساء خلال الفترة من 2014 وحتى 2018، كيف تتابعون واقع الانتهاكات الذي حدث للمرأة؟ حقيقة وضع النساء بشكل خاص والوضع الإنسان اليمني بشكل عام في هذه الحرب وضع قاسي وبشع في 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 نفس الوقت. أنا دائما أقول إن اليوم المرأة اليمنية لا تصارع من أجل الانتزاع حقوقها فقط، وإنما تصارع اليوم في ظل هذه الحرب من أجل البقاء. اليوم المرأة تمثل العنوان الأبرز والأكمل والأقوى في هذه الحرب، هي اليوم الذي تعيل الأسرة بعد اعتقال معيلها، سواء في سجون ميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء أو حتى في الجنوب من قبل قوات مدعومة من الإمارات أو حتى من قبل جماعات متطرفة في بعض المناطق. هي التي أيضا تدير شؤون الأسرة بعد أن يذهب معيلها إلى الجبهات في معركة التحرير واستعادة الجمهورية. المرأة اليوم بشكل عام تتحمل العبء الأكبر على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى النفسي، وهذه الحرب للأسف الشديد خاصة من زاوية المرأة جاءت لتكشف أمر في غاية الخطورة، وهي سقوط المنظومة الأخلاقية والعرفية
والقيمية حتى والقبلية التي كانت يعني كثير من الأحيان تصون المرأة وتمنحها جزء من الاحترام والتقدير والتقديس. كشفت هذه الحرب مدى التعامل السلبي والبشع واللا إنساني، حتى نقول واللا رجولي مع المرأة، أن تقتل أكثر من 100 امرأة قنصا بالرجال، بمعنى أن الرجل الذي كان يعني يفتخر برجولته وبحمايته للمرأة اليوم يتعمد أن يسدد رصاصته إلى المرأة وهي في مطبخها أو في مزرعتها أو في شارعها أو هي وهي بجوار طفلها. اليوم المرأة تقاسي الكثير من الامتهان من يعني من المهانة وهي تندفع إلى سوق عمل غير آمن، فيستغلها المرأة سواء على فيستغلها الرجل سواء على مستوى الراتب أو حتى على مستوى التعامل اللا أخلاقي. اليوم كثير من التقارير يعني تتكشف عن وضع مخجل لم يكن موجود في المجتمع اليمني. هنالك سجون تكتظ بعشرات من النساء سواء في الحديدة أو في صنعاء، وهنالك يعني مجموعة من القيم والأعراف تمنع الأهالي حتى أن يدلوا بتصريحات ببيانات عن أوضاع بناتهن أو نسائهن التي يتم اعتقالهن للأسف الشديد بصورة تخالف كافة الأعراف والقيم والمواثيق الدولية. وضع مأساوي. ربما هذه الأرقام هي إنجاز لنا التعبير، هي في حقيقة الأمر مؤشر، لكن الوضع ببعده النفسي والاجتماعي والأخلاقي والقيمي يعني كارثي، مما يجعل صعوبة عملية الترميم والإصلاح المستقبلي الذي قد تحتاج إلى آمال طويلة طويلة، لأنه في حقيقة الأمر اختل المجتمع اليمني بسبب هذه الحرب اختلالا كبيرا خاصة على المستوى الأخلاقي والنفسي والاجتماعي. نعم، إذن هل يعرف العالم هذه الجرائم؟ لما لا يتم الحديث عن وضع المرأة بشكل عام أستاذ توفيق، سواء المنظمات الحقوقية أو الأممية؟ وما الذي يعني يمكن أن يتم تقديمه من قبل النساء لإيصال أصواتهن بصورة أعلى لكي يستمع إليهن العالم؟ الأمر يحتاج إلى أمرين اثنين. الأمر الأول يحتاج إلى عملية منظمة، لأن عملية الوصول إلى العالم اليوم هي عملية قائمة على العلاقات وقائمة على التشبيك وقائمة على الدبلوماسية بنوع آخر، بمعنى يجب أن نصل إلى هؤلاء الناس، نلتقي بهم، نقعد معهم، خاصة المنظمات المهتمة سواء الأممية، خاصة وسائل الإعلام الكبرى سواء الصحافة إلى غير ذلك. وهذا يحتاج إلى جهد كبير، سواء جهد وقتي أو جهد مالي، وكثير من المنظمات اليوم اليمنية العاملة في هذا المضمار يعني إمكانيتها محدودة، لكن بإمكانها أن تقوم بعملية التشبيك، وهذه تحتاج إلى علاقات قد تحتاج جزء من الزمن. لكن في الآونة الأخيرة وصلت كثير من القضايا، هنالك الآن تواصل ويريدون معرفة هذه القضايا، لكن يحتاج أيضا إلى الأمر يحتاج إلى وقت أطول. الأمر الثاني هو من الحكومة الشرعية. اليوم على الحكومة الشرعية خاصة في أي مسارات قادمة سواء خاصة الخارجية يجب أن يكون هنالك تمثيل حقيقي وعادل للنساء ليقدمنا مظلومتهن وواقعهم في اليمن. اليوم لا يمكن أن نسمح للرجل هو الذي أن يقدم المرأة ومعاناة المرأة سواء في المفاوضات سواء في الندوات سواء في النقاشات في أي مكان. يجب أن تخرج كثير من النساء اليمنيات التي عانين ظروف هذه الحرب إلى الخارج، يجب أن يتحدثن بلسانهن، لأن حقيقة لا، اليوم المرأة هي القادرة على أن تعبر عن وضع المرأة، وهذا الجهد يجب أن تتحمله الحكومة اليمنية بالدرجة الأساسية، وأن يكون للمرأة نصيب كبير جدا في تقديم معاناتها للعالم، بعيد عن لأن المرأة اليمنية منذ فبراير أصبحت مستقلة بذاتها، استطاعت أن تقدم نموذج ربما إلى حد الآن لم تصل له أي دولة من الدول سواء العربية أو كذا، وبالتالي المرأة اليوم أصبحت مستقلة بذاتها بقرارها بتمثيل نفسها على أكمل وجه. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا. وأعود إليك أستاذة إشراق. أستاذة إشراق، يعني ربما الاحتفاء في مواقع التواصل الاجتماعي باليوم العالمي للمرأة
كان أكثر من أي وقت مضى في الوقت الذي شعرنا أن هناك انتهاكات موجهة ضد المرأة بما يعكس الأعراف القبلية والمجتمعية، معروف مكانة المرأة اليمنية وكيف أن لها حرمات ربما تختلف عن أي بلد آخر، ولكن للأسف الشديد في الآونة الأخيرة تم كسر هذه الحرمات بالكثير من التجاوزات والانتهاكات، كيف تعلقين؟ يعني ربما بالفعل يعني الحقيقة هذه التي ظهرت في الحرب وبشكل يعني جلية، يعني بأن كنا بعد انهيار الأقل شيء المنظمات المؤسسات الحمائية المتعلقة بالشق الاجتماعي والشق القانوني ومؤسسات إنفاذ القانون التي انهارت بعد سيطرة على مؤسسات الدولة، اعتقدنا بأن ستبقى ربما الأعراف الاجتماعية وهذه المنظومة ستبقى ربما هي الحامي وهي السياق الذي يمنع وقوع انتهاكات ضد النساء، نظرا كما ذكرنا لوجود عادات إيجابية نقول، أو كنا ننظر لها بعادات إيجابية بأنه لا يمكن المساس بجسد المرأة أو سلامتها أو كرامتها، لكن المؤسف بأن هذه ربما القيمة أو هذه الفكرة ضربت للأسف في المناطق التي كنا نعتقد بأنها أكثر حفاظا، يعني كان يعتقد بأن المناطق التي تلتزم بالشق القبلي في محافظات مثل صعدة صنعاء عمران المحويت حق هذه المناطق كنا نتوقع بأنها ربما محافظة على هذا الشق أكثر من المحافظات التي ربما عرفت بالشق المدني التي ربما نقول تعتمد على الشق القانوني والمؤسسي أكثر من الشق الاجتماعي، لكن حقيقة ما حدث للنساء في سواء في صنعاء أو في أمانة العاصمة في الحديدة في صعدة حاليا أيضا الحصار المطبق على النساء في منطقة حجور والكثير من ظهور كثير من الأصوات بأننا تعرضنا لكثير من الانتهاكات وربما نحن بانتظار ما يعني ما نقوم به من عملية رصد وتوثيق لهذه الوقائع التي تحدث حاليا للنساء في تلك المناطق، إضافة إلى المناطق النائية وفي الأرياف في مديريات بعيدة، لم نتوقع بالفعل أن تتعرض النساء هناك بأن تطلق من أزواجهن لكونهما لمسألة عدم مثلا الكفاءة، بأن يتم الاعتداء عليهم أثناء عرس، بأن يتم اقتحام تلك المنازل وإخراجهن يعني بطريقة مهينة، وبأن يتم تفجير منازلهن، بأن توضع الألغام والعبوات الناسفة في مناطق تمر فيها النساء. يعني في أتذكر إحدى تلك الوقائع في منطقة الزاهر في محافظة البيضاء، امرأة ذهبت لقلب الماء وكان القناص يعني تتحدث بأنه كان يراها ويعرف بأنها امرأة من لباسها وقريب منها، يعني هي مضطرة بأن تحضر الماء لأولادها بعد أن يعني ذهب زوجها أو غاب زوجها بسبب الحرب والخوف من الاعتقال، يعني ظل هذا القناص يعني يضرب على المرأة طيلة الوقت لم يتوقف أبدا. هذا الحال أيضا حدث في إحدى مديريات محافظة تعز أيضا نفس الحادثة، كأن المرأتين في مكان واحد وهي في محافظتين مختلفتين، إذن هي سياق واحد وطريقة واحدة من الانتهاكات، ربما كان الهدف كما ذكرت هو إذلال المجتمع وتركيع أيضا هذه المجتمعات عبر استهداف النساء بشكل مباشر، يعني وهو عكس الفكرة التي كانت سائدة بأن الحرب ممكن أن تكون يعني بشعة لكنها لها كثير من الأخلاق ومن ضمن الأخلاق الاجتماعية والأخلاق الدينية التي تمنع ربما الاعتداء على النساء، لكن الحقيقة هي أن النظرة الاجتماعية والدونية للنساء هي من تحركت في نفوس الرجال للأسف، وظهرت حقيقة بأن هؤلاء المقاتلين أو هذه المجموعة والجماعة لا تحترف بالفعل حقوق النساء ولا كرامتهن، وإنه طالما الموضوع موضوع ثأر وانتقام فإن الأسهل هو الانتقام من النساء اللاتي ربما هن شعار الأسرة وشعار القبيلة وشعار كل المنظومة الاجتماعية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك إشراق المقطري عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن، وأنتقل أيضا عبر الأقمار الاصطناعية للصديف الإعلامية ربا جعفر من تعز. مساء الخير أستاذة ربا. أهلا بك أستاذة آسيا. أهلا بك ربا، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، كيف يمكن أن تتحدثي عن واقع المرأة اليمنية اليوم؟ واقع المرأة اليمنية بشكل عام يعني اليوم
يعني في هذا اليوم العظيم أولا أهني جميع النساء في العالم، بينما العالم جميعه يحتفل بهذا اليوم الذي لابد أن يكون يوما يعني عيد للمرأة بشكل عام، ولكن في اليمن اختلف ذلك. يعني لو عرف العالم وضع المرأة في اليمن لدرفت الدموع بدلا من تبادل التهاني والتبريكات بهذا اليوم العظيم. المرأة في اليمن عانت الويلات منذ بداية الحرب وما زالت إلى هذه اللحظة تعاني نتيجة الحرب والحصار المفروض عليها من قبل الميليشيا وتناسي العالم لمعاناتها إلى هذه اللحظة. نعم، ربما للمرأة التعزية أيضا واقع أكثر سوءا نتيجة الحصار، نتيجة الحرب الدائرة في تعز. ويعني أود أن أسألك عن حال المرأة التعزية، كيف تعيش وتقاتل وتصارع لأجل الماء ويعني الاهتمام بالأسرة ورعاية الأطفال في ظل كل هذه الأوضاع؟ نعم عزيزتي، المرأة التعزية وجدت نفسها أمام واقع يصعب الحديث عنه، واقع أقل ما يقال عنه بأنه يعني صعب للغاية. منذ بداية الحرب التي شنتها الميليشيا والمرأة في تعز بشكل خاص تعيش الحرب والحصار، عانت أو واجهت المرأة التعزية القذائف والرصاص القناص أو كما يقال واجهت الموت، وما زالت إلى هذه اللحظة تواجهه بكل أشكاله وصوره. المرأة التعزية إلى اليوم يعني نلاحظ أن يعني قبل تقريبا يومين قنصت فتاة في العريش في صبر من قبل الميليشيات الحوثي والهالك صالح. إلى هذه اللحظة ما زالت المرأة التعزية تعيش الحصار المفروض عليها، سواء من يعني الوضع بداخل مدينة تعز ما زال كما كان في بداية الحرب، الحصار، الماء المنقطع، الخدمات المدنية بشكل كامل، وإضافة إلى القنص المتواصل والموت الذي ما زالت نساء تعز تحصده إلى اللحظة. نعم، إذن اسمحي لنا أن تنضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذة سمية الثور الناشطة الحقوقية من ألمانيا. مساء الخير أستاذة سمية. أستاذة سمية هل تسمعينني؟ أهلا. أيوة تفضلي. نعم، إذن في اليوم العالمي للمرأة أستاذة سمية، المرأة اليمنية تعاني من مختلف أنواع العنف والانتهاكات، يتحدث العالم عن حقوق وحريات ونتحدث عن انتهاكات واختطافات وقتل وقنص لهذه المرأة، ما هو تعليقك؟ اليوم العالمي للمرأة أنا أعتبره ليس احتفالا بقدر ما هو تذكير للعالم كله بأن هناك ما زالت النساء التي يناضلن ويكافحن من أجل وجودهن في هذه الحياة ومن أجل حقوقهن في هذه الحياة. بالتأكيد أنه من المعيب جدا جدا ومن المخزي والمخجل والمؤلم حال المرأة اليمنية خاصة والعربية عامة التي وصلت إليها اليوم. كنا الأسبوع الماضي في جنيف وكنا نطرح الإحصائيات والأرقام وحالة النساء بشكل خاص يعني في كثير من الندوات طبعا، وأنا أطرحها يعني شعرت بألم وحسرة يعني وخجل أنه أصبحت هذه الأعداد المهولة من النساء في القرن 21، يعني فعلا شيء يعني مخجل يعني محزن جدا. و يعني نتذكر في وقتها أنه هذه النساء هي الأكثر من تتحمل عبء هذه الحروب وعبء هذه الآلام التي تحصل في بلادنا. فالعالم للأسف لم يعد ينظر للإنسان، وهناك خيانة كبيرة من العالم، يعني أنا لاحظتها ومتأكدة منها أن هناك خيانة إنسانية للأسف. المصالح السياسية الخاصة والمصالح الخاصة لدول كبرى استطاعت أنها هي من تسيطر حتى على من يحيا ومن يموت، من يحق له الحرية ومن لا يحق له الحرية، من يستحق الديمقراطية ومن يستحق الدكتاتورية، وهذا واضح جدا في بلداننا.
يعني أنا أكثر من مرة أسمع من أكثر السياسيين يقول لك يقولوا يعني أنه لا يمكن أن نترك مثلا بلد فلان بلد فلسطين أو بلد في مصر أن تكون لهم الحرية، لأن خيارات الشعب يا أما يكون ديكتاتوري أو ديمقراطي وسيكون بذلك ناجح أو إسلامي أو إلى آخره. فأصبحت الذرائع يعني أنه يسلبوا منا هذه الحرية وهذه الكرامة للمرأة وللإنسان عامة. يعني الإنسان أصبح مهان بكل الأحوال، والمرأة خاصة لأنها عمود المجتمعات. يعني المرأة تعتبر هي مرآة المجتمع. فحال المرأة اليوم في المجتمع اليمني بائسة، بائسة بكل المقاييس، بائسة أمنيا، بائسة اجتماعيا، بائسة اقتصاديا، بائسة نفسيا. يعني الحالات والقصص اللي صرنا نسمعها في المجتمع اليمني يعني خليكي من الحرب ومن القنص والصواريخ والقتل وإلى آخره. يعني حتى الحالة الاجتماعية التي أصبحت فيها المرأة أصبحت شيء مخيف ومرعب جدا. يعني نتساءل يعني أين أصبح الإنسانية والدين؟ يعني الدين الذي طالما تغنى به المجتمع اليمني أنه المجتمع أكثر حفاظا على المرأة أو أكثر حفاظا على العادات والدين والتقاليد. إذا اسمحي لنا فقط أن أعود للأستاذة روبا، وربما هي يعني من إحدى الأسر التي عانت من انتهاكات طالت المرأة. روبا، والدك ما زال مختطف تقريبا منذ أكثر من عامين، فكيف وقع هذا الاختطاف على عاتق الأسرة، والدتك وأنت وبقية الأسرة؟ حقيقة الذي يعني الوضع الذي نعانيه نحن هو وضع يعني أسرة من بين آلاف الأسر التي تعاني من فقدان عائلها وفقدان والدها أو يعني أي شخص قامت ميليشيا الحوثي باختطافه. لسنا الوحيدين الذي قام باختطافه، بل هناك أكثر من يعني عدد كبير من أبناء تعز مرميين في المعتقلات دون أن ينظر إليهم العالم أو يعمل لهم يقوم بعمل أي حلول، سواء يعني كلها مجرد اتفاقيات على أوراق و يعني محسوبة بالوقت دون أن نرى لها أي أثر. ليست المعاناة الوحيدة التي نعانيها، ولن أتحدث عن معاناتي بشكل خاص لأن هناك آلاف الأسر كما قلت فقدت عائلها، ونحن أمام تضحيات عظيمة يصعب علينا أن نتحدث على تضحياتنا أمامها. يعني متقزمون نحن أمامها، غير أننا نقول أن تعز عانت أكثر من معانينا. نعم. إذا يعني ارتفعت ربما مؤخرا بعض الأصوات المنددة بخروج المرأة، وهذه الأصوات لم تكن موجودة من قبل، يعني ربما محاولة لإعادة المرأة إلى عصور الظلام وانعكاس لحالة القمع أيضا التي تمارسها الميليشيا ضد المجتمع وضد المرأة بشكل خاص. كيف يمكن أن يعني يتم الرد على مثل هؤلاء؟ حقيقة الميليشيا حينما خرجت لتحارب الشعب اليمني بشكل كامل لم يكن المستهدف منه رجالا فقط، بل كانت رجالا ونساء أطفالا وشباب، فأزعجتهم النماذج التي كانت لها أثر على هذا المجتمع. فمن يتخيل أن المرأة التي كانت من قبل يعني مكانها منزلها أصبحت اليوم نموذجا يحتذى بها في العالم وتضرب بها الأمثال. يعني يخرج الرجل ليواجه العصابات المتمردة ويكون خير حام وخير ويمثل خير سياج لهذه المدينة، بينما تتأهب المرأة لكي تتحمل المسؤولية وتكون على استعداد بأي ثانية بأن يصل لها خبر عائلها سواء كان زوجها أو أخيها أو والدها. يعني أصبحت المرأة نموذج للصبر يحتذى به. هذا الشيء الذي جعل من الميليشيا يعني تتخذ المرأة عدوا لدود لها بكونها هي المثبت الأول والأخير لمشروع المقاومة بجانب أخيها الرجل.
المرأة التي واجهت القمع المباشر والرصاص المباشر منذ 2011 وما زالت إلى اللحظة كما قلت تحصد الرقم الأعلى في المواجهة، هي ما زالت واقفة بجانب أخيها الرجل إلى هذه اللحظة، وهذا الشيء الذي أزعج الميليشيا وجعلهم يتخذونها كعدوهم الأول ويحاولون أن يعني يقمعونها بشتى الوسائل وإعادتها إلى ما قبل ذلك. نعم، إذا أعود إليك أستاذة سمية، برأيك كيف واجهت المرأة اليمنية هذه الحرب وظروفها أيضا؟ طبعا ليس من السهل على المرأة اليمنية خاصة مواجهة هذه الظروف، نحن نتكلم عن نساء الأغلب منهم يعني الأغلب منهم تعودت أن تكون ربة بيت وأن يصل احتياجاتها إلى بيتها، لكن اليوم مثل ما ذكرت الأخت العزيزة ربا يعني أصبحت هي المسؤولة الأول عن أولا الدفاع عن زوجها أخيها أبيها الذي هو معتقل في السجون، وهي المسؤولة الأول عن إعالة البيت، وهي المسؤولة الأول عن الدفاع عن المرأة، وهي أصبحت أكثر نسبة موجودة على الأرض من تعمل في الرصد ومن تعمل في رصد أقصد به رصد الانتهاكات في العمل الإغاثي في العمل الحقوقي العمل السياسي، حتى أصبحت المرأة يعني هي في مقدمة أكثر الصفوف المدنية والحقوقية والإغاثية في اليمن، فيعني ضربت مثل عجيب ومثل يعني صراحة أنا أفخر به وأفخر أن أكون من النساء اليمنيات وهن يضربن هذا النموذج الرائع بإمكانيات بسيطة جدا، إمكانيات فعلا بسيطة جدا، يعني معنا رابطة الأمهات، عندنا كثير من المنظمات قد يخونني الذكر الآن يعني أسمائهن، لكن فعلا هناك نماذج كثيرة جدا أثبتت أنها قادرة على خلق بيئة وفكر وعطاء مختلف تماما عما تعودنا عليه في السابق، ولكن تظل المرأة للأسف يعني هي الأضعف مهما كانت قوتها المجتمعية أو السياسية في العمل، لكن لا زالت هي الأضعف في نظر المجتمع الذكوري للأسف الشديد، وهي الأضعف في الحرب، وهي الأضعف في تلقي هذه الصدمات، فيعني بقدر ما هي متساوية مع الرجل في كثير من المآسي وكثير من الانتهاكات سواء قتل اعتقال قمص تهجير نزوح لجوء، يعني لا فرق بينها وبين الرجل في هذه المصائب اللي تحل علينا في الكوارث في كارثة الحرب والاعتداء على بلادنا، لكن وقت الحقوق وقت تكون هي الأضعف تصبح هي في آخر الصف، فأنا أحيي المرأة اليمنية بكل جهودها وبكل قوتها وعزيمتها، وأنا متأكدة أن الرجل اليمني هو من أصدق الرجال إذا يعني أعتقد وثق بالمرأة اليمنية، وأنا شكرا شكرا أن لك القادم أفضل. نعم شكرا لك الناشطة الحقوقية سمية الثور، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. عودة أخيرة لك ربا، ربا برأيك لما لا يستمع العالم لصوت المرأة اليمنية لهذه الأعداد الكبيرة من ضحايا انتهاكات العنف والقتل والقصف أيضا؟ نعم ربا، هل استمعت إلي؟ ربا هل تسمعينني الآن؟ ربا هل تسمعينني الآن؟ ممكن تعيد السؤال أستاذ آسيا؟ نعم، في دقيقة إذا سمحتي، برأيك لما لا يستمع العالم إلى أوجاع المرأة اليمنية وإلى صوتها رغم هذا العدد الكبير من الضحايا؟ لا أعتقد بأن العالم إلى هذه اللحظة لم يسمع صوت المرأة أو لم تصل له رسالة المرأة اليمنية إلا إذا كانوا هم لا يريدون سماع ذلك.
لا أعتقد بأن ما حدث في اليمن بشكل عام أو ما حدث في تعز بشكل خاص يحتاج لمزيد من التبرير أو مزيد من التوضيح لهم. نحن الآن لسنا في العام الأول سنة أولى حرب أو سنة ثانية حرب، نحن الآن تقريبا من 2015 إلى هذه اللحظة ونحن نعاني ذلك، أو حتى من 2011 أو من قبل 2011 والمرأة اليمنية تعاني والمرأة التعزية بشكل خاص تعاني. العالم بأجمعه ليس كما يقال أن لم تصل لهم رسالة المرأة، هم لا يريدون سماع صوت المرأة التعزية أو صوت المرأة اليمنية، ربما يكون لهم يعني رسائل أخرى أو أشياء أخرى، أو أن هناك يعني لا يريدون للمرأة اليمنية الخير كما يقولون. نعم، إذا شكرا. فكما قلت أو كما تحدثت الأستاذة إشراق المقتري، نعم للأسف أدركنا الوقت ربا جعفر الإعلامية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.